أعلمكم الله. تقول أيضا لقد ابتلي كثير من الناس بسماع الغناء ومشاهدة المنكرات، فكيف الخلاص من ذلك أعلمكم الله؟ خلاص من ذلك بالتوبة، توبة من يفعل هذا الشيء إلى الله عز وجل وتركه، وأيضا المناصحة. يجب على طلبة العلم أن يرشدوا الناس إلى ترك هذه الأمور ويبينوا لهم ما فيها من الأثر السيء وضياع الوقت. نعم.